السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصعب المتجر بين كثير دور ترابلس، خصوص المقر اللي يخص الأهداف الحيوية. آمر لطفي الباكستا ومحمد مصراتي ويوسف طلحة. صارت مشكلة داخل المقر مع أخوي، صار في إطلاق نار، توفى فيها واحد يقولوا له رضا رغيفة، الله يرحمه ويغفر له في دار الحق. تمام، مشكلة صارت مع أخوي. أنا آمر توك اليوم هذاك شدني لطفي الباكستا ومحمد مصراتي، حطوني في الحوش اللي بجنب المقر 25 يوم، ما ندريش على روحي وما ندريش على المشكلة حتى كيف صارت. اثنين سمعت بقى البر، حاطين عليه السوريين، دلوني السوريين وقروا بقى برصاص. الحمد لله يا ربي، أني هربت الياش حتى 3 أيام من المقر، وهربوني السوريين بفلوس، بلادي هربوني السوريين بفلوس. الموضوع كله اللي صار كله ما عنديش فيه منقول. أنا تمام، كان أخويا كمال هو اللي كتر رضا القر الله يرحمني، حنسلمه للقضاء وحنسلمه للعدل. تمام، أنا المشكلة اللي صارت معي كلها كلها على خاطر دوخة، على خاطر كوكايين. شاهد أنا ببعض كوكايين 23 كركوبة كوكايين لطفي الباكستا خدام، وقال هذا صاحبي علاش شادينا طلقة وطلق السودانية الشادية، ولا هي السودانية منين ملتها، وني حاطها عندها في الاستراحة عند الفريق اللي يقولوا لا عيسى. كما قال لكم طبوه معظم اصحابي واصحابي يقول لي برا، وقال لي تبلع لواحد يسكن في الهضبة الشرقية مش ضروري يديك رسمة. تمام، اني حطوني في الحوش اللي بجنب المقر الدبلوماسي هذيك، وبعتوا من حرق شقتي والفيديو من اللي حرق شقتي جايبتهم الكاميرا. تمام، رمضي السوري وابو صبري والدودة ومع 5 أنفار. تمام، تمام فوقكم السوريين، انتم مش حرقتوا لي شقتي، تبليتوا علي، قصرتوني في هالبحاجات، هذا كله فاني، ليش لا تدور وما زال تدور. اني القضايا اللي شادها كلها حنزلها على الفيس، ودم التريس اللي راح كله حنزلها على الفيس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا لطفي الباكستا، انت والمصرات والله يا شامخ ماني نسيك، ويا لطفي الله يرحم والديك على اللي درته، كل شيء في وقته حلو، لعجلة تدور وما زال تدور. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، كانك انت راجل راه ما بعتش مصفحة اللي طالك على يد الجيم، ومشيت شريت بها في تونس غادي، وما بعتش السيرليون الباب اللي طالك عبد الباسط مروان، ومشيت بعت خوك شريت في تونس. كانك انت راجل اخوتك دقوا في الجبهة، دقوا معنا في الجبهة، مش هربتوا وبعتوا. واتي لي كتحة عادي، الله غالب اني مضربك برصاص، مضربك برصاص ومضرب الظلم ومدلي الظلم، لكن العجلة تدور وما زال تدور. والكلام اللي قلته تهديدة امي، تهديدة ابوي بالقتل، معلم هناك شيء، والله العظيم ماني نساه وما زال تدور. احنا ولاد بوسليم، اناش نازلين من كوكب زحل، ولاد بوسليم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حوش انسبت في الشرقية نار، حوش كنت نار في جديد، حوش مالك نار، حوش كملي في حاجة مشك نار. نقدر ندير زي ما انت درت حرقت وندير، لكن لا، لاني ولد بيتية ما نديراش ونشبح للعشرة، وهانت عليك العشرة. خوي حنسلم القضاء، كان قتل رضا القرة الله يرحمه، واسمعها خوي، كان قتل رضا القرة، حنسلم العدالة الله يرحمه. والتسجيلات والمواضيع اللي قلتها لي كلها عندي، كلها حنسلمها القانون، واني ماشي للقانون، مش اللي نشد انا لطفي بالكس او نشده بالكوكا ولا نشده بالحشي تطلق فيه تاخذ عليه في فلوس، تطلق فيه وتاخذ عليه في فلوس وتدير في سهريات مواضيع زايده. انا اكبر منك يا كلب الدوخه يا صرصري مص. تمام، والولد اللي خانب فلوس 500,000 من ولد عمي طلقته واخذت عليه فلوس كل مسجل وكل شيء، وفي وقتها حلو العيش للدور وما زال الدوران يعني في الفريق. الحمد لله اموري 100%. جبت السوريين سبوني دلوني، حرقت لي شقتي، ما خليت ما درسوا فيا، لكن العيش للدور وما زال الدور.